الحمد لله، مما اقتنيته من دار الثالوثية بالرياض هذه الكتب طبعا القيمة والممتعة، رجال صدقوا رثاء ووفاء، تأليف الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حفظ الله تعالى. تكلم فيه عن أمه نورة وعن والده الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى وغيرهم من الرجال الذين طبعا توفوا رحمهم الله تعالى. معجم كتب السيرة الذاتية في العصر الحديث تأليف الدكتور محمد بن سعود الحمد، طبعا يذكر الكتاب مع الطبعة التي له، مختصر الكتاب مع الطبعة مختصرا، وهو يعني جمع معاجم الكتب كتب السيرة الذاتية، ويحتاج حقيقة كثير ممن يقرأ في السيرة الذاتية وليعرف أيضا ما كتب في هذه السير الذاتية من الذكريات والمذكرات واليوميات وغيرها. طبعا الذي رأى وسمع محمد نصيف صفحة من تاريخ الثقافة في جدة للأستاذ حسين بن محمد بافقيه، وأخيرا خير الدين الزركلي دراسة وتوثيق للدكتور أحمد إبراهيم العلاونة.